Dewan Hakim yang kami hormati, Qori yang memiliki nomor peserta Teki 124 akan membacakan surah Al-Ma'idah dimulai dari ayat 20 dan seterusnya. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا
Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صدق الله.